معنا من عمان دكتور عادل البلبيسي، مستشار الأوبئة في الشبكة الشرق أوسطية للصحة المجتمعية. دكتور بلبيسي، أهلا بك معنا في العربية الليلة. هل هذه المعطيات أو الحصول على براءة اختراع اللقاح هذا تعني أن هذا اللقاح الصيني سيكون متوافرا قريبا، ومعنى هذا كذلك أنه فعال وناجع ضد كورونا؟ مساء الخير يا سيدي. يعني بداية، إنتاج أي لقاح هي عملية معقدة وتأخذ فترة طويلة وتمر في مراحل متعددة، مراحل ما في المختبر ومن ثم مراحل تجربة على الحيوانات حتى ندخل مراحل التجارب السريرية على الإنسان. حتى التجارب السريرية على الإنسان في هناك 3 مراحل: المرحلة الأولى والمرحلة الثانية والمرحلة الثالثة. المرحلة الأولى تجرى على عدد محدود من الأشخاص، ممكن يكون بين 20 ل 50 شخص، والهدف منه هو تجربة مأمونية وسلامة هذا اللقاح. التجربة الثانية تأخذ عدد أكبر من المتطوعين، قد تصل إلى مئات، والهدف منه الاستجابة المناعية وردة الفعل للجسم. المهم في كل هذا الموضوع أعتقد أنه هي المرحلة الثالثة، والتي تجرى على عدد كبير جدا من المتطوعين، قد تصل إلى 10,000 أو نعم. أكثر، 20 أو 30,000. الهدف منها ليس فقط مناعة الجسم ومأمونية لهذا المطعوم، الهدف منها أن نعرف هل هناك مضاعفات جانبية، في آثار جانبية لهذا المطعوم، أن نعرف منها مدى فاعلية هذا المطعوم، هذا اللقاح، هل سيكون هناك فقط لعدة شهور أو سيستمر لعدة سنوات. ولذلك تأخذ هذه الفترة نعم. الثالثة من التجارب السريرية، قد تأخذ فترة قد تستمر بين 3 شهور و6 شهور، وهذا إذا كنا مستعجلين طبعا في إنتاج هذا اللقاح. نعم. وإذا أخذت المراحل العادية سابقا، طيب. قد تأخذ سنوات حتى نستطيع أن نعرف ما هي الآثار الجانبية. نعم. طيب، بالإضافة دكتور لو سمحت لي، بالإضافة لهذا اللقاح الصيني، طبعا جميعنا سمعنا عن اللقاح الروسي. بالنسبة لهذا اللقاح، أعلن مركز جماليا لبحوث علم الأوبئة والأحياء الدقيقة أن دورة إنتاج لقاح سبوتنيك 5 تستغرق 2 أسبوع على الأقل، ومع عملية الكشف والفحص ستكون الفترة أقل أو أكثر بكثير، فيما لا يزال من الصعب تحديد عدد جرعات الدواء التي يمكن إنتاجها في الأسابيع القليلة المقبلة. نتابع. إعلان وزارة الصحة الروسية عن أن مركز جمالي الذي ابتكر اللقاح المضاد لفيروس كورونا قد بدأ إنتاج اللقاح أثار جدلا حول فاعليته، خاصة بعد استطلاع للرأي قامت به مؤسسة إربكا في الوسط الطبي، وكشف عن أن نحو 52% من الأطباء يرفضون استخدامه. فريق من الباحثين شكك في جدوى اللقاح باعتبار أنه من الصعب التأكد من مدى فاعلية وأمان اللقاح خلال تلك الفترة القصيرة. مركز جمالي أعلن أنه سينشر كافة الأبحاث والتجارب التي أجريت ونتائجها لإثبات فعالية اللقاح الذي أظهر كفاءة عالية ولم يسبب أي مضاعفات جانبية. تسجيل اللقاح قرار سياسي، وبدأ العمل عليه قبل إبريل، وستبدأ حملة التطعيم في بداية سبتمبر، وستترافق مع إطلاق مرحلة التجارب السريرية الثالثة. وإذا أردنا تقييم فعالية اللقاح، فأولى أن ندرس عامل الأمان. وتستغرق دورة إنتاج اللقاح 2 أسبوع على الأقل، لكن الدفعات الأولى لن تغطي احتياجات كافة الأقاليم الروسية، ستطرح للاستخدام في 15 إقليما فقط، وسيتم تطعيم العاملين في الوسط الطبي والمعلمين في البداية. ومن المفترض أن تزداد الطاقة الإنتاجية بفضل الدعم الحكومي بمقدار 10 أضعاف خلال الأسابيع، حيث سيزداد عدد المعامل المنتجة من 3 معامل إلى 5. أنا لدي مناعة لأنني أصبت بالمرض، لكن لا أمانع التطعيم باللقاح الجديد. سأوافق على التطعيم باللقاح طالما تم إجراء دراسات وافية على جودته وسلامته. وفي هذا السياق، أعلن مركز فيكتور الحكومي لعلم الفيروسات أنه بدأ بتنفيذ المرحلة الثانية للاختبارات السريرية للقاح جديد ضد فيروس كورونا، وأن الذين تلقوا اللقاح بحالة صحية جيدة لم تظهر لديهم مضاعفات. وتسعى السلطات الصحية للإسراع في إطلاق حملة تطعيم السكان من أجل الترويج للقاح، وبهدف اجتذاب الدول التي تريد الحصول عليه لتأسيس إنتاج مشترك، ما يمكن روسيا من التواجد بقوة في السوق العالمية.
مازن عباس، العربية، موسكو. أعود إلى ضيف الدكتور عادل البلبيسي المستشار في الأوبئة من عمان. دكتور عادل، لفتني في حديثك قبل قليل في الجزء الأول أن الآثار الجانبية لأي لقاح يمكن أن تأخذ سنوات حتى تظهر. هنا أسألك بالنسبة لهذا اللقاح الذي تروج له روسيا، هل يمكن المغامرة وأخذ اللقاح وننتظر بعدها ماذا سيحدث؟ يا سيدي، المعلومات المتوفرة عن اللقاح الروسي ما زالت حتى الآن هي معلومات أولية ومعلومات قليلة جدا. لا نستطيع الحكم الآن على مدى فاعلية هذا اللقاح، لكن وزارة الصحة الروسية وعدت، أو وزير الصحة الروسي وعد، أنه خلال الأسبوع القادم سوف يتم نشر معلومات وافية، سوف يتم نشر نتائج التجارب المرحلة الأولى والمرحلة الثانية التي أجريت. نعم. لحد الآن إحنا بنقول إنه لا، ما دام لم تجرى المرحلة الثالثة لا نستطيع أن نحكم على مأمونية ومدى فاعلية هذا اللقاح. يجب أن تجرى هذه التجارب. لكن بظل عدم وجود علاج وفي ظل عدم وجود لقاحات أخرى، فبنعتقد إنه يعني الآن العالم كله بيرحب في أي لقاح قد ينتج في 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 المرحلة الحالية، لكن يجب أن تجرى هذه الدراسات لمأمونية وفعالية هذا اللقاح، لأنه اللقاحات تعطى إلى الأشخاص. عذرا على المقاطعة، وفق ما يعني قرأنا على موضوع هذا اللقاح الروسي، هو أيضا يأخذ يعني أخذ جزءا من فيروس ليس فيروس كورونا، وقبل قليل كنا نتحدث عن ذات الموضوع، اللقاح الصيني. أيضا هو من فيروس نزلة البرد العادية. لا أعلم علميا، يعني هل هذا يبدو لك يعني ناجعا في التصدي لكورونا، أنه ليس جزءا من فيروس كورونا نفسه؟ لو أخذنا طرق تصنيع المطاعيم في العالم، الطرق التي تأخذ بتصنيع المطاعيم في العالم، إما أن يصنع اللقاح من فيروس ميت، تأخذ أجزاء من هذا الفيروس الميت وتحقن في الجسم بطريقة معينة حتى تنتج أجسام مناعية، أو أن يأخذ فيروس حي لكن مضاعف أو موهن ضعيف، يتم إضعافه حتى لا يستطيع أن يحدث المرض، لكن يستطيع أن ينتج أجسام مضادة. هذا اثنين. في ثلاثة، واللي هي الطريقة الجديدة، أن تأخذ فيروس، تسمى هذه ناقلات الفيروس، أن تأخذ فيروس حميد بناين، تأخذ فيروس بناين لا يسبب يعني شيء بالجسم، وتفرغه وغير مؤذي، وتفرغه من محتوياته، وتضع المادة التي تريدها الفيروس، المادة التي تريدها على هذا الفيروس، فيصبح هذا الفيروس هو ناقل للأجسام التي تريد إدخالها إلى الجسم. نعم. نعم. وهذه الطريقة بعتقد اللي بيشتغلوا عليها الروس، وبيشتغلوا عليها. صحيح، لأنه يبدو أنه هناك نفس الآلية. صحيح. ونفس بين الروس والصينيين. ونفس الطريقة التي تستعملها أكسفورد، لكن أخذوا هذا الفيروس من الشمبانزي. كمان. نعم. طيب، سننتظر ونرى النتائج. فهي طرق. دكتور عادل، للأسف انتهى وقتنا. لكن في النهاية. نعم، شكرا جزيلا لك عادل البلبيسي مستشار الأوبئة في الشبكة الشرق أوسطية للصحة المجتمعية، كنت معنا من عمان، شكرا جزيلا.